مرحبا، أنا اسمي رضوان الشيشكلي، المدير التنفيذي لمنظمة مريم للإغاثة والتنمية. يوم الثلاثة 3 نوفمبر رح نشارك مع القطاع العالمي للمخيمات ببانل ونحكي عن المشاكل اللي واجهناها كمنظمة محلية والصعوبات اللي لساتنا عم نواجهها. نتمنى تحضروا معنا وتشاركونا مشاكلكم كمنظمات محلية ونشارك الخبرة تبعنا مع الخبرة تبعكم لنوصل لطريقة أفضل لمساعدة أهلنا. وشكرا كثير.